اهلا وسهلا بكم متابعينا ومتابعي صفحتنا على فيسبوك التراوي للأدوات الزراعية في كل مكان. النهارده هنشوف فيديو جديد، فيديو تجريبي برعايه شركه اوليكس باشمهندس خالد حليم، اول شركه استخدمت البلنتر الزراعي في مصر، اول مستورد للبلنتر الزراعي في مصر. بنشكر ابو معز الفقي اللي قادر يقدم لنا ثاني فيديو تجريبي لزراعه الرز بالتلقيط او بالتصدير في محاوله منه لانتشار زراعه الرز بالتلقيط او بالتصدير في مصر. يلا بينا نشوف الفيديو، فيديو تجريبي ببلنترات التراوي للأدوات الزراعية حوالين زراعة الرز بالتلقيط أو بالتصدير. هنتكلم مع بعض في البوست عن أهمية زراعة الرز بالتصدير أو أهمية زراعة الرز بالتلقيط في مصر. يلا بينا نشوف الفيديو. أيقنت أن الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إلا هو، ناديت والمحراب يحضن أدمعي، الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله، يا خالق الأرض